تواصل قيادة خفر السواحل حملاتها التفتيشية ضمن جهودها المستمرة للتصدي للمخالفات والتأكد من التزام البحارة والصيادين بالقرارات المنظمة للصيد حفاظاً على الحياة الفطرية والثروة السمكية في المياه الإقليمية بمملكة البحرين. وقد نفذت دوريات خفر السواحل حملات برية وبحرية على سواحل المنطقة الشمالية تشمل التأكد من صلاحية التراخيص البحرية بمختلف أنواعها للسفن الصغيرة بالإضافة إلى التأكد من توافر أدوات السلامه البحريه ومدى صلاحيتها والتحقق من سلامه اجراءات العاملين على هذه السفن فيما تؤكد استمرارها للحملات التفتيشيه بشكل دوري منوهه الى ضروره التقيد بالانظمه والقوانين لحمايه الثروه السمكيه والبحريه